المشاهدون الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، وأهلا ومرحبا بكم من خلال هذه الحلقة الجديدة من فضاءات حرة، وطن في الشعر وشعر في الوطن. من خلال هذه الأيام المباركة والأعياد المباركة، أعياد الثورة وبكل تأكيد أعياد الميلاد المجيد وأعياد الاستقلال، كل عام وأنتم بخير. نحن نستقبل عام جديد 21، وبكل تأكيد في نهاية هذا العام نتحدث عن الوطن وحب الوطن والشعر في الوطن. برحب كثير بضيوفي من داخل الاستوديو، الأستاذ حاتم الكناني، مرحب بك وكل سنة وانت طيب. انتم طيبين، انتم طيبين. برحب كثير بالأستاذ إبراهيم البكري، مرحب بك كل سنة وانت طيب. اهلا وسهلا، انت طيبة وكل السودان والعالم. برحب بكم مشاهدينا الأعزاء من جديد، وخلونا نمشي نسمع لحن للوطن ونرجع نواصل معاكم ونبدأ معاكم ليلتنا الشعرية. السوداني أنا، أنا السوداني أنا، كل أجزائه لنا وطن، إذ نباهي به ونفتتن، نتغنى بحسنه أبدا دونه لا يروق لا حسن، حيث كنا حدت بنا ذكر ملؤها الشوق كلنا فدا، نتملى جماله لنرى هل لترفيه عيشه زمن، خير هذه الدماء نبذلها كالفداء حين يمتحن، بسخاء بجرأة بقوى لا يني جهدها ولا تهن، تستهين الخطوب عن جلد تلك تنهال وهي تتزن، أنا سوداني أنا، أنا السوداني أنا، أيها الناس أيها الناس، نحن من نفر عمر الأرض حيثما قطر، يذكر الميت كلما ذكروا وهو يعتز حين يقترن، حكموا العدل في الورى زمننا ترى هل يعود للزمن، ردد الدهر حسن سيرتهم ما بها حطة ولا درن، نزحوا لا ليظلموا أحدا لا ولا للطهاد ملامن، وكثيرون في صدورهم تتنزل الأحقاد والإحن، دوحة العرب أصلها كرم وإلى العرب تنسب الفطن، أيضا الدهر بينهم فتنا ولكم أفلت الورى الفتن، أنا سوداني أنا، أنا السوداني أنا، يا بلادي بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي بلادي يا بلادا حوت مآثرنا كالفرق.
الفرع ليس بيضها من النوم. فجر النيل في أباطحها يقول العيشة وهي تحتضن. رقصت تلك الرياض له وتزنه طولها الأذن. وتغنى أذانها فرحا كعجوق حلال الجنون. حفل الشيب والشباب معا وبتقديس القمين عنو. نحن بالروح للسودان فداء فالجد ما انت غير الوطن. أنا السودان أنا السوداني أنا أنا السوداني أنا. رحم الله الفنان الكبير العطبراوي أنا سوداني أنا. هي كانت واحدة من الأغنيات العريقة الممتدة عبر تفاصيل الشعب السوداني. عشناها سنين طويلة جدا وتعايشنا معها، حفظناها وغنيناها وانطربنا معها. اليوم في حضرة الشعر والوطن وضيوفي من داخل الاستوديو، حابدة بالوطن والشعر مع حاتم الكناني. طيب، أولا كل عام كل عام والسودان بخير، وكل عام والجميع بخير يعني في هذا العالم يعني. الحقيقة يعني مفردة الوطن دي تم على طول فترة طويلة جدا يعني تم استهلاكها لصالح خطابات سياسية ولصالح تعبئة سياسية، ويعني جعلت منا يعني مفردة يعني تقدر تقول انها هي مفردة مستهلكة يعني وغير معبرة على المعنى. انا بتكلم عن المفردة يعني ومن كثرة استخدامها يعني يعني استخدامها في التعبئة السياسية في التعبئة فاصبحت يعني وكأنها مفرغة من مضمونها. مضمونها الحقيقي بيتمثل في انه كلمة وطن، يعني أنا بالنسبة لي كلمة وطن مفترض تعبر عن مشروع وطني يعني يعبر عن جميع السودانيين ويمثلهم وكذا يعني ما يكون يعني هي ما يعني يعني ليست مجرد كلمة للتعبئة أو كذا. جميل، ده الوطن من منظورك أنت. نعم. نشوف الأستاذ إبراهيم البكري. طيب، يعني الوطن يعني مش هو المكان. الوطن هو الإنسان، هو الذات الحالة الساكنة في الوطن، هو صبواته، هو يعني الإنسان، هو صبوات البلاد، هو خير البلاد، هو نعمته. مبتغى الوطن إنه مبتغى الإنسان إنه يكون في وطن آمن ومطمئن وحر وسالم وبيمارس إنسانيته بكل سهولة ويسر، ما تتصادم مع إنسانية إنسان ثاني ولا يكسى عليه إنسان ولا يكسى عليه إنسان. طيب أستاذ إبراهيم، يعني عندك أنت الوطن هو الإنسان وليس المكان؟ هما وحاجة واحدة. يعني كل متكامل، الإنسان، الوطن، المحبة، القصيدة، يعني ده كل متكامل. ما بتقدر تفصل الإنسان من شعوره، ما بتقدر تفصل شعوره بالمكان، يعني حاجة واحدة. حاجة واحدة. جميل. طيب خلينا نسمع أبيات شعرية من شعرك اللي كتبته للوطن أستاذ حاتم الكناني. الحقيقة قبل ما ما نقول أيوة قبل ما نقول إنه يعني الفكرة بتاعت القصيدة الوطنية دي نفسها يعني
هي القصيدة بتبقى وطنية متين، تبقى وطنية لما تعبر عن كل الناس. يعني في السياق بتاع الكلام اللي بديت به وكلامي يعني وفي سياق التابع للخطابات السياسية وكده. يعني في السياق ده نفسه نشأت كتابة عن الوطن بتشتغل بنفس المفهوم الشعارات يعني بتاع الوطن. أنا بالنسبة لي مثلا أغاني وردي العاطفية هي أغاني وطنية، يعني بالمعنى بتاع إن هي أغاني بتجمع ودان السودانيين كلهم وغير السودانيين يعني حتى يعني وكده. فالمسألة بتاعت إنه في قصائد أو غناء بالشكل المباشر ده للوطن هي مسألة يعني قابلة للكلام. أنا بعتبر إنه أي أغنية بتاع أغاني الحب نفسها هي دي أغاني الوطن. أغاني المكان يعني الوطن ما عنده شعر محدد؟ أنا بخشى على الوطن من إنه يكون عنده شعر محدد يعني. يا سلام. جميل. طيب أستاذ إبراهيم، نسمع منك أبيات شعرية. حين أقول أنت صباح الحب حبيبتي، أي صباح الموت، صباح القبلة الناسفة المذلات يابسة على شفتي، صباح الدلالة في نهدك الجرسي الذي يستحثني على النهوض من قبري الحي وأن أصطف طوابير صباح تردد نشيد الألم كلما قلت أنت. حين أنت حبيبتي، حين أقول أنت أهوي في الدرك الأحلى من الحب، أهوي وأساقط وأقوم أعشابا يابسة ترجف حين تدغدغها عواصف الثغاء التي تمشي على أربع. حين أنت حبيبتي وغريمتي بالحياة والموت، أتدلى عليك مثل صباح معصوم من ترهات صباح الخير. أيتها الكبيسة المفطومة بآلات النقص الحادة وآلام الفوز، حين أنت حبيبتي وغريمتي بالحياة والموت، أتدلى عليك مثل صباح معصوم من ترهات صباح الخير. أيتها الكبيسة المفطومة بآلات النقص الحادة وآلام الفوز، بسمتك الممتدة سهولا في متن الغياب تحرضني، لذا من أجلك طلقت العالم، طلقت الحياة التي تعيث هلاكا في جثتي، أنا الخائب الرجاء المعدوم فيا الموفور فيك، وأنت هنالك بلا أدنى هنالك أو هنا. هنا في الأبيات الشعرية دي أنت جسدت الحبيبة هي الوطن. أنا قلت لك قبل شوية أنه يعني الحبيبة هي أنا. نعم. يعني الحب بيوصلك من الحقيقة، بيوصلك لمعناك، أعني أنت مثلا يعني بيوصلك للبراءة، لإنسانك، للطفل اللي أنت كنته يعني لفترتك، بعيدة للفترة. إذا نجوت يعني الطفل الصغير، أنت لما تقدمي له مراية لأول مرة قطع الشك بيقبل المراية. أنت في المراية، في مرآة الحبيبة، ترى كل ذلك الجمال المتسع الشاسع الشايل الحبيبة، شايلة هي ذاتها، هي شايلة ذاتها وشايلاني أنا وشايلة العالم. الحب يعني لن يبلغ أحد من حقيقة الحب إلا وأن يقول لمن أحب يا أنا. وقيل في مراقي أعلى من ذات الفرد الواحد، اتسعت لتشمل الإنسان بكله، تشمل المطلق، تشمل معنى الإنسانية. جميل.
أستاذ حاتم، نحن ما بين الحقيقة اللي تحدث عنها أستاذ إبراهيم والإنسانية اللي هو بيشوفها في الوطن، خلينا نتكلم عن الحقيقة والمجاز. والشاعر محجوب شريف قال أحبك حقيقة وأحبك مجاز. لما كنت يعني بتكلم عن أغنية وطنية بتمثل أو تعبر عن وجدان السودانيين كلهم، يعني ممكن يكون مر علي طيف من 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 الأغنية، أغنية محمد وردي الكاتبة شاعر الشعر محجوب شريف. نعم. بمعنى انه هو الشعب هو اللي قاعد يكتب اغانيه، وهو اللي قاعد يستمع اليها، وهو اللي بيحدد انه دي الاغنيه الوطنيه فعلا يعني مثلا، او دي القصيده الوطنيه اللي بتمثله يعني. وبالمفهوم العام ده بيبقى يعني شعر البوادي هو شعر وطني، وشعر الحقيبه هو شعر وطني يعني، والشعر الفصيح يعني بفصاحة محي الدين فارس ومصطفى سند والفيتوري ومحمد عبد الحي هو شاعر وطني أيضا. يا سلام. يعني أنا بفكر إنه ليه الناس ما يعني تسعى للتفكير لتوسيع الأفق بتاع الكتابة عن الوطن نفسه. كيف؟ بمعنى انه يعني الكتابه عن الوطن مش هي الكتابه المصنوعه صناعه يعني بالمعنى بتاع الصناعه ده، واللي بتساهم فيه مؤسسات كثيره يعني، اللي هي من التلفزيون نفسه ومن الاجهزه بتاعه المختلفه بتساهم فيه الوسائط وكده. طيب. يعني بمعنى انه يعني اذكر انا مثلا قبل اللحظه الاليمه لانفصال الجنوب مثلا، يعني كانت الاجهزه الاعلاميه يعني بتدعو الكتاب والشعراء وكده لانهم يكتبوا شعر من اجل الوحده، واهرق حبر كثير جدا جدا كويس في 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 شعريه الوحده دي نفسها. نعم. لدرجة انها اصبحت تجارة. يعني شكل من اشكال الدعاية والتجارة والبروباغندا وكذا، وفقدت قيمتها. انا بالضبط انا بعني انه او بقصد فقدان قيمة الشيء، فقدان قيمة مفردة الوطن لما تصبح المسألة مسألة بتاعت الصناعة يعني إعلامية وكده. نعم. طيب أستاذ إبراهيم، ما بين الحقيقة والمجاز، الوطن عندك بأي منظور أنت؟ الوطن يعني هو الحقيقة نفسها. والحقيقة لا تدرك بغير بلوغ الانسان لنفسه. حقيقتك، عرفتك، عرفت روحك دي، انت انفتحت على المطلق، انت انفتحت على ربك. طيب عندنا مشكله في تربيتنا، ممكن نقول تربيتنا الحقيقيه الوطنيه اللي بنتعايش بها في المجتمع السوداني. شوفي، المجتمع السوداني يعني الإنسان السوداني أثبتت ثورة ديسمبر عظمة الإنسان السوداني وجلتها ومرقتها للعالم. صحيح. كويس. العالم ما قصدت بها الخرائط الموجودة على سطح البسيطة، الافتعال الإنسان اللي ما مفترض تكون موجودة أساسا. ما في خرائط. يعني الخريطة اللي بيناتنا كلنا كبشر هي الحب. هي الحياة نفسها. يعني كون انا اقوم ادعو للوطن بالمعنى المبتسر، الخريطه اللي هي اساسا انا ما راضي عن بها، انه تكون في خريطه بيني وما بين الانسان الاخر. اذا كان هو اساسا انسان اخر، هو ما اخر، هو انا في لغه ثانيه، وهو انا في جمال في مقام مختلف يعني. ف انا البرنامج ده اسمه فضاءات حره. فضاءات حره.
الإنسانية هي الفضاء الحر. ما بتحتاج لي خريطة زي ما قال حافظ عباس محمد نور الشاعر الجميل، والله نحن مع الطيور ما بتعرف ليها خرطة ولا في إيده جواز سفر. الإنسان ككائن من ضمن كائنات الحياة هو أشد فتكا إذا ما أدرك حقيقة نفسه. طيب أنا عندي سؤال بمناسبة فقدان القيمة لمفردة الوطن عن الأستاذ حاتم الكناني. التربية الوطنية ممكن نقول يعني في أجيال مرت عليها وما كان في الحس الوطني، لكن زي ما ذكر أستاذ إبراهيم وكلنا عارفين إنه ثورة ديسمبر أثبتت الروح الوطنية في 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 صدور وفي قلوب الشباب. داير أتكلم عن هل المفردة الوطن فقدت قيمة نفسها ونفس الروح الوطنية دي؟ يعني أنا بتكلم عن إنه يعني مفردة الوطن يعني أنا بقصد تحديدا كويس يعني استهلاكه في أجهزة الإعلام. مفهوم أربطه لي بالتربية الوطنية. التربية الوطنية يعني بتعني شنو التربية الوطنية؟ يعني في المدارس يعني ولا كيف؟ في المدارس، في القيم، في العادات والتقاليد، في الإحساس بالوطن، في حياتنا بشكل عام. والله طبعا أساسا يعني في مشكلة مثلا يعني ما دام ما في مشروع وطني يعني، ونحن عندنا يعني في السودان في مشكلة بتاعت إنه ما لحد الآن يعني ما في مشروع وطني حقيقي، يعني كله حكومة بتجي بتحاول تعيد تمام وتحاول تعيد أو تنتج إنسان بوعي مختلف، يعني زي ما حصل في في الحقبة بتاعت الإنقاذ البائدة، يعني محاولة إعادة صياغة الإنسان السوداني ده بحسب المشروع الإسلامي كده أو بالشكل ده. في غياب المشروع الوطني الحقيقي ده ما حتكون في تربية وطنية حقيقية، يعني سواء على المستوى التعليمي ولا على المستوى العام ولا على المستوى الإعلامي ولا كده. طيب والوطنية اللي حصلت في ثورة ديسمبر دي انبثقت من وين؟ انبثقت من الشعب نفسه. ما هو مفهوم الوطنية ده ما موجود أصلا، هو موجود وحقيقي بالفترة؟ وحقيقي موجود بالفطرة، يعني هو موجود عند الشعب بشكل حقيقي كويس، ولكن التعبير عنه كويس في أجهزة الإعلام والتعبير عنه سياسيا فيه استهلاك شديد جدا يعني. جدا وتعبوي. مفهوم. مفهوم. يعني المسألة دي مش معناها ما في وطنية، أنا ما بتكلم عن كده، أنا بتكلم عن استهلاك المفردة دي نفسها في الأجهزة الرسمية طيلة الأكثر من 60 عاما منذ الاستقلال وحتى الآن يعني. طيب عندك تعقيب؟ ما عندك تعقيب يا أستاذ إبراهيم. خلينا نمشي نسمع محمد وردي وهو يغني للوطن وعشانك. عشانك يا بلد، نسمع ونرجع نواصل. عشانك بكات للريح، عشانك فؤادي جريح، عشانك بكات للريح، عشانك فؤادي جريح. عشانك أنا مقتول، عشانك أنا مقتول، عشانك أنا مقتول وبموت
معاك مكتوب. عشانك أنا يا بلد يا نيل يا نيل يا نيل يا ليل يا نيل يا ليل يا نيل يا ليل يا ليل يا سامح يا زين بلدي يا حبو وجلابي يا وطو يا بلدي يا حبو وجلابي يا وطو سروال ومركوب سروال ومركوب يا سامح يا سامح يا زين يا سامح يا زين يا بلدي يا من جديد بنتواصل معاكم في فضاءات حرة، واليوم حديثنا عن الشعر والوطن والوطن في الشعر. بنتواصل معاكم مع ضيوفي من داخل الاستديو، الأستاذ حاتم الكناني والأستاذ إبراهيم البكري. برحب بكم من جديد. وأستاذ حاتم، يعني استصحاب الأزياء والأدوات، ممكن نقول جلابية وتوب وتفاصيل، ممكن تكون سيف وسكين والتفاصيل مثلا في أغنية يا بلدي يا حبوب للفنان محمد وردي، هل هي مثلا دي دلالات لإنسان المكان؟ يعني الشاعر سيد أحمد الحردلو عليه الرحمة يعني كاتب هذه القصيدة، يعني ممكن تتأول يعني بالتأكيد يعني
ان هذه دلالات فلكلورية يعني. يعني اقرب انها تكون دلالات لمكان بعينه يعني. يعني المسألة بتاعت الأزياء المختلفة في المناطق المختلفة. زي التعبير برضو كان يعني سائد في الجنوب وفي الشمال النخيل وفي الغرب الرمال وفي الشرق يعني التعبير عن المكان ده ولحد ما بقى هو تعبير واحد من التعبيرات السائدة يعني يعني عن الوطنية السودانية وكده. جميل. عندك تحقيق للإنسان والأدوات؟ الإنسان وال هذه عناصر للإنسان زي ما قلت يعني بتميز شكل الشكل البراني للإنسان. زي مثلا لو دارين نقول بتاع عادات مثلا الغنية بتاعة قشيشة الخريف خضراء شيلال النوارة صفيحة المايلة زي الحرير سائلة قلبك إن شفتي حراية القايلة شفتي قلبك إن شفتي حراية القايلة دي نحن دايريننا ما دايرين تكون في سيف وسكين يعني أدوات الفتك دي يعني صاحبنا مجد النور الله يرحمه المخرج الجميل يعني سمى القلم على رقة القلم قال ما في شيء الآلات حادة عندما سئل عن كذا يعني بالقلم بالكلمة أنت ممكن تحرك يعني تحرك عناصر الحياة نفسها وتخليها بالشعر تتعايش مع بعض زي ما أنا بعيش إنسانية الوين والوين ألف في أي مكان يعني الإنسان. نعم. طيب أنا داير أسمع أبيات شعرية من الأستاذ حاتم الكناني ممكن تسمعنا حاجة مما كتبت؟ طيب حقرأ قصائد مرفوعة إلى المغنين السودانيين أو نثر الإيمان الرومانسي. الغناء طلسم مضيء يا طائر العدم الذي يشرب الحياة بكأس مغنى بكأس محمولة من الأزل يدا بيد ولا تشفيه النظرة المخبأة في كف الأبد. أيها الطائر السماء ناسك اللحظات والمهن والمجرد من كل اسم ومن كل علو حائر يا طائر يا صمتا ملونا بالخرائط بالموت المحروس بالضباب أيها المغنى بالقبل بالخمائل السائلة في سجادة الأسى المغنى بالخمر والجسد المسكوب في العين يا طائر الندم المنسي في زجاجة العسل الحقيبة المغنى تحملها الأرواح المخلوبة السكرانة في الخلوات والمعمعمة بدخان الطلح أعناق مغلولة في المكان مسلمة من غد لغد تهرطق بنثر الإيمان الرومانسي الحقيبة المغناة في بستان مجاهل الرب سلطانها الهلاك الدؤوب وآيتها أن تشهد اللوم والخفة والذوبان الأعمى الصلوات المعذبة ترقص في الزمان النائم على حرير الجفون قلب يطير بالنظرة ولم تفكر فيه امرأة معجونة بالساحل يضحكه جلاء البصيرة القلب الشارب من خيال الكأس يتلظى بكأس الخيال المعنى طيف بحر الموسيقى حائر في دلالة الماء الصخري الموتى جائعون للعناق الأمواج المسجوعة بالزبد الصوتي تدفع الأجساد المثلومة للساحل الغارق في بهائيته وعلى كل حياة أو موت تنجو نفس بالصد والهذيان.
جميل. طيب عندك تعقيب على القصيدة اللي كتبتها يا أستاذ؟ أنا أكتب القصيدة وأعقب على نعم أعقب تكتب القصيدة والله؟ طيب عنده برضو كان دلالات في قصيدته الأسي ذكرها أبيض الشعر بتاعته تفضل. طيب يعني تحية لصديقي الجميل الشاعر حاتم الكناني الشاعر القاعد شكره في وشه ده غايته أنا ما شكرت في وشه ولا شكرت في قفاه لكن دي حقيقته يعني حاتم الكناني عمل العالم ده كله تلة أو هرم من قبلة وقعد في أعلى هذه القبلة قعد بإنسانه بجماله بلطفه بشاعريته بصوته للحياة وباستلامه الدافي للمفردة والتعبير عنها بكل الجمال المحييك عليه صديقنا حاتم الكناني. طيب أنا عايزة أتكلم عن الحبيبة والوطن. يعني مثلا في عز في هواك يعني اسم أنثى طيب لكن يعني هي أغنية وطنية جميل. طيب. في مفردات أو في أسامي أو في أماكن بشكل الحبيبة بطيفة بأيا كان من الأشكال المرتبطة بالحبيبة بتتغنى للوطن. خلينا نتكلم عن الحاجة دي. طيب أنا أقول لك المحبة الحب كل لا يتجزأ على أي مستوى على مستوى الحبيبة والوطن على أي مستوى كل لا يتجزأ الحب نعم. الحب للوطن الحب للحبيبة الحب للحياة الحب للطفل طفلك لأمك لزوجتك لأختك يعني كل واحد لا يتجزأ يعني الحب نهايته ومبتغاه وأصله وكونه وكينونته ونشأته وجوده هو مجسد ده بالنسبة لي أنا كويس يعني ربما يراه غيري في غير ذلك ومن حقه وهو الحب نفسه يعني أنا أراه مجسدا في ذات سيدي محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني دعا يعني أعني إنه رسالته وبشارته هي كانت حب لا يؤمن أحدكم حتى يحبه كويس نعم كما يحب في المسيحية بيقول لك الله محبة يعني الحب هو بيوصلك لأعلى ذراك أنت المتصلة بجسد العالم ككل متصلة بالوطن اللي هو جزء من العالم ده انت بالوطن بالحبيبة بالقصيدة نفسها انت بتترقى في درج نفسك انت لذلك الجمال قدامك فاتح والمحبة قدامك فاتح انت كإنسان خلاق وعايز تعيش الحياة فبتوسع من بالنسبة لك ذات وبأنفاسك توسع هذا العالم جميل طيب ممكن نقول محور للأستاذ حاتم قال الشاعر درويش من الصعب أن أتأمل موت حبيبي ولا أرمي الأرض في سلة المهملات يعني هل الشاعر هنا مجد الوطن زيادة عن اللزوم ولا كيف معك هو عموم محمود درويش هو حالة وجودية يعني كبيرة يعني و يعني بيختلط عنده أو يعني بيلتحم عنده يعني المشكلة الفلسطينية وذاته الشعرية نفسها يعني يعني بدون تفسير للمقطع ده ومحمود درويش ذاته في أحد المقاطع بيحذر قراء الشعر من التأويل مش كده نعم فمحمود درويش نفسه هو حالة يعني حالة وجودية كبيرة وهو الأرض والذات هي حالة واحدة عنده يعني يعني الهم الوجودي هو قضية أرضه يعني
جميل. طيب أستاذ إبراهيم، أنا عايزة أسمع منك أبيات شعري. طيب. صمت شائك يسور لا شيء، أسهر مع محمد الماغوط وسرجون بولس، لا نسمي الخراب الخراب إذ نقوله، ولا نصمته حين نصمت معهما، ألف الليل والنهار معا بحزن رهيف مثل ورق السجاير، نتشبث بجذع سجارة جمرتها الأرض ورمادها المنفوث أضغاث من سماء، وحدنا وحدي وحدنا وحدي أشفق الموت كله، أشفق أحلام طير لم يزقزقه صباح ولم ترفرفه حياة، الدروب تلصق في ريشي كإسفلت العذاب، وأنا أمشي أمشي كجبل ينهار في مجرد شهقة، لا تقل لي وجهك العابر فأنا لا أفهم لغة الحجارة، لا أفهم المرآة، بيتي بعيد يندس مثل ملامحي بين أكداس غرقى يتناسلون في كحة محركات السنابك، يتسولون مرفأ لم يكن، كأن سماء تشرد من نظرتي، كأن كتابا لم تساوره حروف أو لغة، كأن ماء، كأن ظمأ، كأن حلما طائشا، كأن لم تشابهها ضفاف ولم تقلها للجذور عذوبة نبتت على غفل تراب، أقول وحشتي في نظرة، أقول بلادا كبيسة، أقول ملحا سال عيني، أقول منفا بلا مرافئ للأبد، أقول مداميك تبعزبها الدروب، أقول صمتا مثل سلك شائك يسور لا شيء، هكذا هكذا يا تراطيش الحياة. جميل، تسلم. وفي محور ممكن نقول أنا يعني أستاذ حاتم قبل تكلمت في بداية الحلقة كان عن الشعر أو الشعر الوطني بأنه هو على مدار أعوام كثيرة جدا تم ابتزاله أو المفردة فقدت معناها. بعد ده في كتابات شعرية، في إنتاج شعري قاعد يطلع، في شعراء في الوسط الآن. أنا عايزة أعرف من منظورك أنت الشعر، هل هو يعني يتدهور ولا حالته الصحية كويسة ولا الحاصل عليه شنو الآن؟ يعني هو مؤكد في شعر، وفي شعر يعني رصين، وشعر يعني عنده قدرة على تجاوز السائد والمستهلك وكده. السائد والمستهلك ولا المدهور؟ بل أكثر من كده. يعني الأفق الشعر السوداني بقى منفتح أكثر على أشكال شعرية أوسع، سواء كان حتى في الشعر الفصيح مثلا أو بأشكال مختلفة أو الشعر يعني باللغة الدارجة يعني. وأصبح في تداخل وانفتاح أشكال على بعض وقدرات إبداعية يعني كبيرة مبشرة يعني. وأصلا الشعر في السودان يعني متجذر في حياة السودانيين طبعا بالتأكيد، هو يعني الشعر نفسه كفن يعني من الفنون المتجذرة، الشعر والغناء تحديدا يعني من الفنون المتجذرة في حياة السودانيين. وأنا أزعم أنه
ان دي الفنون الاكثر نضوجا يعني يعني في السودان وكذا. جميل. عندك تعقيب للوضع الان للشعر في السودان؟ طيب شعر عندنا في السودان يعني مثلا لو اتناولنا الشعر بتاع البطانه شعر الدوبيت ده يعني هو ده الشعر الوطني بمعنى الوطن الساهل الما منغص عليك الما واجعك في شهيد وما مؤلمك في ام ثكلى ولا في من شايل سلاحه ومنشن عليك لا لشيء غير انه يعني الحياه شايلاك وشايلاني ليش انت بتنغص علي ولا انت عايشين في سلام. ايوه الشعر يعني بيصبو نحو السلام ده، السلام مع نفسك، السلام مع العالم، السلام مع الوطن، السلام مع السلام نفسه، والسلام المفضي بك الى السلام. جميل. طيب نمشي نسمع الفنان الراحل المقيم بيننا سيد خليفه ونرجع نواصل معاكم. يا الخرطوم يا اللي عندي جمالك يا الخرطوم يا اللي عندي جمالك جنة رضوان طول عمري ما شفت مثالك طول عمري ما شفت مثالك في أي مكان أنا هنا شبيت يا وطني زيك ما لقيت يا وطني أنا هنا شبيت يا وطني زيك ما لقيت يا وطني في وجودي أريدك ويابي في وجودي أحبك ويابي يا وطني يا بلد أحبابي يا وطني يا بلد أحبابي
بنتواصل معاكم مشاهدي الاعزاء من خلال فضاءات حره والشعر والوطن وتغنينا للوطن ايضا من خلال هذه الفتره المفتوحه ونحن على مشارف الختام نسمع ابيات شعريه من الاستاذ حاتم الكناني مرحبا بك. انا حواصل في النص طيب هو نص طويل واقتطفته منه يعني جميل. البنات يشربن حرائق الروح السودانية وغابة أبدية من الحزن في أطراف أثوابهن تسكب حنانها في حنان البيوت. البنات المرقوصات في الشعر ريثما تذوب أصوات المغنين في حرير النسيان وتقول إياك أن تبتل بالنار أن تشفى أبدا أن تخشى أن تشرب خمر اللقاء قبل أن تجرب العمل الملون عند إغماضة الجمال أن ترى غير نفسك في وجه معشوقك جسم تفاح جنة مناحة هلاك راحة جيش جناح غزال مدية نظرة مفتاح جمال نواح سفر كمال الغارق في حياة الليل وأوقاته مصلوبة على النوافذ يظهر من أثر احتجابه يبتعد من شدة اقترابه العاطفي الجمالي المغلول بالحرية الكاملة سرابه الماضي يشكو السفر بين مقل وقسوة أثر اللفتة على فراشة الأمل الشاعر المنحول يصطاد غزال الروح بما لا يقاس من الأسهم الهادرة التي هي ذاتها نثرت عمره على حقول المرايا عصر من الحكمة نادر مكتوب في الهوى الأغاني لا تنفد. جميل. طيب عندك حاجة نسمع يا أستاذ إبراهيم؟ طيب الاحتفال بالوطن هو الاحتفال بالحياة. الاحتفال بالحياة يتجلى في القصيدة. جميل. بالنسبة لي وأكيد بتجلى في الجمال كله في التشكيل في الرسم في وإلى آخره يعني في كل ضروب الجمال. أنا من هنا عبر التاريخ الشعري عندي قصيدة اسمها مثل كمنجة تتنهد يعني بكتب كاتبة على شكل لوحات كله قصيدة لويحة لوحة صغيرة كده وقصيدة صغيرة بعنوان مختلف وعلى يمر بتاع أزمان فمثل كمنجة تتنهد صوت إلى المتنبي مسامك التي انكفأت عليك لتنده لونك الماضي مضت الريح سفت آخر تلة من ما صرخت بدمعات مجوفة سيمدحك الذين مدحتهم مخلفهم وراء تلعق الأزمان خيبتهم ماذا تركت لهم غير مجرة الأضراس تنهشهم مسامك التي انطفأت عليك توهجتك وأنت أنت مجرة الأجراس وصول إلى خالد حسن عثمان أية ضحوة لتقولها شمس تشع ملء نفاذه الأرض خطوته وبلاده عطر الكمنجة هذه تجاوز إلى الشاعر قاسم حداد الوجوه التي تعرفها جئت تذرفها واحدا واحدا هل أنت كنت غمد لكل هذا الدم؟ ها أنت أغنية تلحن ضوءها عمقا لهذا الصوت فافتح
للمدى بابا تمر الروح وافتح أنت الباب مرة وأنت وجه مروره المفتوح. إمام إلى البخاري الصديق على مزاج التبغي نجمته تدلت فقلت عن مزاج الأرض فيه ينادي في فجاج الناس حيا فيجيء وحده يقتفيه. سطور إلى محجوب شريف ضحكة الماسي عينه لمعة الإحساس هب قالت خطاه فما الذي بالروح ينعطر جسد هو الأرض تمشي بأجنحة من القبل قلبه ضفتا نسمة بينهما يموج الناس والبسمات شولات بأنفاسه يكتب الحياة فتراه على بياض القلب ينسطر. شكرا جزيلا لك الشاعر الأستاذ إبراهيم البكري، شرفتنا ونورتنا وكل عام وانت بخير. شكرا جزيلا الأستاذ حاتم كناني، شرفتونا ونورتونا من داخل الاستديو. أتمنى لكم إن شاء الله سنة سعيدة وأعياد استقلال مجيدة إن شاء الله. مشاهدي الأعزاء، وصلنا لنهاية مساحات حرة، إلى أن نلتقي في حلقة القادمة يوم الخميس في أمان الله. We'll be right back.